بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جن لينكس. اليوم معنا درس من دروس الجيمب وراح نتعرف على طريقة شلون تقدر تشيل الخلفية. تمام اي والله الشكل نظر خشمه. ايوه طريقة الحذف بسيطة. اول حاجة عشان تشيل الخلفية تتأكد ان الطبقة الحالية عالية الفا. تمام تروح لام طبقة ثم تروح الى شفافية اضاف اضف قناع الفا ثم خلاص الحين عندنا قناع الفا. نجي نختار الاداة هذه اللي هي اداة التحديد باللون. نختار اللون الاعم. تمام تقريبا اللون العام هذا زين. الان شو نسوي؟ نضغط على تحرير امسح او ممكن تضغط على زر ديليت اللي موجود عندك بالكيبورد يمسح على طول. تمام اوكي الان تقريبا الصورة مسح اللون العام من الصورة. نجي الحين نسوي تحرير او بلا صح تحديد لا شيء علشان نشيل التحديد. عندنا الراس ممكن نسوي حركة جميلة لان الراس مدور. ممكن نجيب تحديد الدائرة هذا نزبطه على الراس مزبوط. تمام بقعد نزبط له الدقين نزبط الرجال. اصبر اها يعني تقريبا اذا عدنت وتفننك ممكن انك تتفنن اكثر من انا مستعجل وخلص الدرس. لذلك امسح حلقنا الراس. تمام يلا جيب 5 ريال. طيب حلقنا كل شيء ممكن نشيل هذا بعد الاضافات الزايدة هنا. شطفنا اذنه شوي ما يخالف. في هنا شوي زيادة ممكن نشيله. تمام في شوي زيادات هنا يعني شغلات انت ذوقك. طيب خلينا نجيب هذا لانه عدال. خلينا نجيب خط نسوي خط هنا. بسم الله الرحمن الرحيم نسوي العملية. ما تخافش يا ابني ما تخافش ما راح يصير شيء. ايوه ونشيل هذه. طيب يعني جهزنا. طيب الحين انت عندك خيارين. الخيار الاول انك تحط خلفيه او انك تحتفظ بالصوره بدون خلفيه. اذا حاب تحتفظ بالصوره بدون خلفيه تسوي حفظ باسم. تمام بالشكل هذا. تمام بعدين تختار المكان حاب تحفظه. اهم شيء تصير الصوره بي ان جي زين. شو تصير الصوره؟ صور بي ان جي. طيب خلصت من الصوره بي ان جي تحفظتها راح تنحفظ لك الصوره بدون خلفيه او ممكنك تجيب خلفيه. تمام انا جبت صورته وين. ممكن احنا نشيل نحدد التحديد كامل عن طريق كنترول اي ثم نسوي كنترول سي عشان ننسخ ثم نجي نلصق الصوره هنا ونضغط على العلامه هذه. زي ما انتم شايفين صار عندنا صوره البزر ذا مع الصوره اللي ورا. ممكن الصوره البزر يعني نكبره ونشوف له حل او ممكن الصوره اللي ورا كلها نصغره عن طريق التحديد. وين هو هذه اختار ذي ثم نجي ونصغر الصوره شوي بالشكل هذا. نجيب الصوره الصغير هذا. يلا خلصنا يا شيخ. اوكي نروح الحين نجيب صوره الصغير ذا ونحطه فوق. ماشي نسوي تقطير ونقص الزياده هذه اللي هنا نضغط انتر. تقريبا صار عندنا الحين الصوره جاهزه لو حطيناها 100% راح تشوف ان الصوره تقريبا جهزت. طيب كيف احصل على افضل نتيجه دمج؟ ممكن اضغط على الصوره هذه ثم اضغط على النمط واغير من هنا. غير النمط الين ما تشوف انك اعجبك اللون. طبعا هذه اسرع طريقه دمج استخدمها بشكل دائم يعني. اوكي اللي باقي الحين ان نسحب الصوره شوي تحت عشان تصير صدره ما بنقطع. اوكي الحين عليك انك تحفظ الصوره وتستمتع تحطها خلفيه. الى هنا انتهى الدرس. نشوفكم ان شاء الله بالدروس القادمه وفي امان الله. اي مشاكل اي استفسارات تحت وسائل التواصل فقط لا غير. امان الله.